بسم الله الرحمن الرحيم. بدي أنوه لخطأ وقع فيه بعض الطلبة أثناء التطبيق. الخطأ هذا لما الطالب راح يعمل، الطالب كان حاطط الجندر، الجنس عبارة عن string، عبارة عن إيش؟ عن string. لما راح الطالب يعمل select case، هذا أكثر من واحد وقع فيها، جندر بيساوي 2، ما زبطش. إذا أنت الجندر عملت string لازم تحط الاثنين بين قوسين زي هيك. ليش؟ لأنه هذه الاثنين string. طبعا هذا الكلام مش بس في الاس بي اس اس، هذا الكلام في الاكسل وفي كل تطبيقات الكمبيوتر وحتى في المحاسب السحري وحتى في لغات البرمجة الجافا والسي شارب. دائما انت لما يكون عندك قيمة رمزية لازم تكون بين دبل كوتيشن زي هيك. اذا انت الجنس عملته string لازم تحطه بين دبل كوتيشن، واضح؟ هذه نقطة. اما اذا عملت نيوميرك خليها 2 زي ما هي، تمام؟ واضح. طيب نجي لنقطة ثانية الان، هذه بس حبيت انوه لها نقطة قبل ما ننتقل لحاجة جديدة. طبعا اخذنا طبعا الامر فريكوانسيز اللي هي عشان اعمل المقاييس الاحصائية المختلفة. في طريقة ثانية عشان اعمل المقاييس الاحصائية، طريقة ثانية. ايش هي الطريقة الثانية؟ الامر ديسكريبتيف. الامر ديسكريبتيف برضو من خلاله انا بوجد مقاييس الاحصائية، تماما فيش اي اختلاف. هاي الاوبشنز عشان اشوف المقاييس الاحصائية، ولكن شوف في ملاحظة هنا عندي. اول اشي طبعا سنترال تندنسي، مقاييس النزعة المركزية، بس المين والصم. هذا الامر بوفر لي المين والصم، بينما هناك كان بالاضافة في عندي المود والايش كمان والمنوال اي نعم عدة مقاييس، اما هنا بس. اما الديسبيرسن مقاييس تشتت كاملة، هنا عندي ايش؟ مقاييس تشتت بشكل كامل موجودة، ومقاييس الديستريبيوشن التوزيع برضو كاملة. اذا هذا الامر يا شباب بيختلف عن الفريكوانسيز في ايش؟ بس انه هذا المقاييس عنده المين، مقاييس النزعة المركزية بس المين والصم. اذا انا في الامتحان، خذ بالك هذا عجين عدل الجد، في الامتحان لو قلت لك اوجد لي المين والصم، هنا انت حر، انت ايه؟ حر في اختيارك، يا اما الفريكوانسز او ديسكريبتيف. لكن لو قلت لك المود، لا يا عمي بالديسكريبتيف بنفعش. واضح ولا مش واضح؟ قلت لك مقاييس التشتت ديسبيرسن، انت حر. هان قلت لك مقاييس التوزيع، انت حر. اما اللي بيفرق انه هنا في الفريكوانسز، لو قلت لك مثلا الميديا والمود، لا الميديا والمود لازم تكون عن طريق الفريكوانسز. واضح ولا مش واضح؟ اذا في الامتحان ما تقوليش ايش استخدم وايش استخدم، لازم انت اللي تكون فاهم ايش تستخدم، تمام؟ طيب خلينا نجي، لو انا بدي اوجد المقاييس الإحصائية هذه باستخدام ديسكريبتيف، هاي باستخدام ديسكريبتيف بكل بساطة، هاي مثلا كل المقاييس هذه بوجدها باستخدام ديسكريبتيف. طبعا ما اعطانيش نعم اكيد هاي هنا، هذه طبعا طبعا هذه القيم يا جماعة هتلاقيها نفس ايش؟ نفس الفريكوانسيز، تمام؟ مش هيفرق. اذا بدك تقتنع برضو اقتنع، مش غلط. اذا بدك تقتنع اقتنع، يعني انا بدي اجرب هاي، بدي اروح ايش عن طريق ايش وقارن بينهن، بين القيم اللي بتطلع لي. هاي بدي اقارن بين عن طريق الفريكوانسيز واشوف الفرق بينهم. طبعا اكيد هيطلع لي الجميع. هذه
هاي عن طريق، هذا عن طريق الديسكريبتيف. شوف المين هنا قديش 85 و67. طب المين هنا ايش 85 و67؟ نفس الاجابه ولا لا؟ الميديا هنا 90، هنا ايش برضو الميديا حتلاقيها نفس الكلام. الاسكيونس هنا كذا وهنا كذا، 191 من 1000، وهنا برضو الاسكيونس حتلاقيها 191 من 1000. تمام، واضح ولا مش واضح؟ نفس الكلام يعني، كل الطرق تؤدي الى، بس في شغلة، الامر ديسكريبتيف بيعطيني حاجة جديدة، بيعطيني save standards values as variable. هنا القيمة المعيارية، في حاجة بسموها القيمة المعيارية الزد، القيمة المعيارية للمتغير. انا بدي اوجد القيمة المعيارية للمتغير. هذه القيمة المعيارية عبارة عن ايش؟ كيف بيجيبوها؟ بيجيبوها هاي القيمة المعيارية، القيمة المعيارية للمتغير بتساوي قيمة المتغير ناقص المتوسط على الانحراف المعياري. لا هذا عاد انت، هو بيجيبها لك جاهزة لحاله من غير ما انت تحسبها، يعني بيجيبها لك. يعني لو قلت لك كيف اجت القيمة هذه بالمعادلة هذه اللي عندك، هذه بتفرق يعني الفرق. لو قلت لك انا الان قارن لي بين الامرين هذولا، في ثلاث فروق. الفريكوانسيز بيظهر لك جدول التكرارات بينما هذا لا. تمام، فريكوانسيز بيظهر لك جدول التكرارات بينما ديسكريبتيف لا. الفريكوانسيز ديسكريبتيف بيظهر لك القيمة المعيارية للمتغير بينما الفريكوانسيز لا. طيب الفريكوانسيز بيظهر جميع مقاييس النزعة المركزية بينما هذا بس بيظهر مقياسين. هاي الفرق بين الفريكوانسيز والديسكريبتيف. انا بدي اياك الان تجرب لي ايش اللي مطلوب منك. عندك تمرين تشتغل عليه، اوجد مقاييس النزعة، مقاييس التشتت، جميع مقاييس التشتت باستخدام الامر فريكوانسيز وباستخدام الامر ديسكريبتيف وقارن بينهن، اتأكد انهن نفس القيم، نفس القيم. بس في شغلة أنا بدي أقول لك قبل ما تشتغل، في طلاب قسموا الملف، فأنت بدك تروح على split file وتتأكد إنك أنت ألغيت التقسيم، حط على الأول عشان تتأكد إنك إيه ألغيت التقسيم إذا كان أنت قسمت الملف.